Good morning, my sisters. I'm sorry I'm late. Good morning, old Debbie. Please take a seat. أعرفكم على صديق القلم اللي خلاني أكون أصغر ناشرة في العالم باللغتين. اليوم هذا مو بنجازي أنا بس. هذا إنجاز كل المدرسة في أكاديميات الدار، ولأن ما في شيء مستحيل في الإمارات، ساعدونا عشان نحقق رقمين في موسوعة جينيس عشان نلهم كل الأطفال على الكتابة والرسم والنشر.